السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير والصحيحة ديالكم تكون لاباس وتكونوا دوزتوا العيد بخير وعلى خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا غيكون عبارة على فخيدات ديال الدجاج مقليين وكيجيو بحال دجاج كنتاكيا ولا الكايفسي، كيجيو بنان بزاف بزاف، وكنتمنى انكم تجربوهم، فاكيد اكيد انهم غادي يعجبوكم، بالاخص الى تبعتوا نفس الطريقه اللي غادي ندير وتخليوا لهم الوقت باش ديك العطريه يشربوها مزيان ويعطيو واحد اللوغو اللي زوين بزاف من وراء ما يتقلاو. دابا ندوزو باش نحضروا هاد الدجاج. فاول حاجه غادي نحتاجو المفخه ديال الدجاج. انا غادي نستعمل هنا غير 4 لشخص واحد، ممكن تزيدوا الكميه وغادي تضاعفوا المقادير ديال العطريه. ملي غناخذوا الدجاج غنفلحوه كيف كتشوفوا، غنديروا جوج ضربات من الجنب وضربه واحده من الداخل باش ملي نقليوهم يطيبوا دغيا وما يبقاش لينا الدم الداخل اولا اللحم اللي خضر، فضروري اننا نقطعوهم على هذا الشكل باش تنجح معنا هذه الوصفه. اما بالنسبه للعطريه ديالهم غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال التحميره مع نص معلقه صغيره ديال السكنجبير. اما هاد الدقيق كيف كتشوفوا اللي انا حاطه هنا، هذا غنخليوه حتى للاخير، ما غاديش نستعملوه دابا. غادي نحتاجو ايضا 4 الفصوص ديال الثوم مع نص معلقه ديال الهريسه اولا ديال السودانيه، فكل ما كثرنا الحار كل ما كيجي زوين. انا درته هنا حيت ما بغيتوش يجيني حار بزاف. غنحتاجو نص معلقه ديال البزار مع نص معلقه ديال الملح، فالملح حسب الرغبه، كاين اللي ما كيبغيش يجي مالح بزاف، فكتبقى على حسب الرغبه ديالنا. هنا كنحتاجو الماء، غنزيدو غير شويه ماشي بالضروره هاد نصف كاس كامل. واهم حاجه اللي هو دانون مسوس. هنا عندي غير 4 ديال الفخاد، فغنحتاج دانون ونص، يعني استعملت 1.5. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو وغندوزو دابا باش نبداو الوصفه على بركه الله. غادي نجيب اناء فاش ندير الخليط. الدقيق غادي نحيدو دابا حيت ما غاديش نستعملو، غنبدا دابا غير بالعطريه وبدانون مسوس وبالماء، هما اللي غادي ندير في هذا الاناء ونخلطهم مزيان عاد نبدا نحط فيهم داك قطع ديال الدجاج.
بعد ما خلطنا دانون مع الماء والثومة الهريسة والعطرية، غنجيبو دابا قطع الدجاج غنبداو نغمسوهم ونديرو ليهم مزيان هاد الخليط، ونبداو نديرو صبعنا باش نخشيو هذاك الخليط مزيان في الداخل ديال الدجاج، باش حتى هو دخل ليه هذيك البنه وهذيك العطريه، باش ملي نعضو ملي ناكلو نحسو بهذاك لوغو كاين في الدجاج كامل وماشي غير من برا. كيف كتشوفوا غنديروا بهذه الطريقه هذه، غنبداو نهزو شويه ونبداو نخشيو مزيان فدوك التقابيل اللي درنا في الدجاج. بعد ما سالينا الفخاد ديالنا ودرنا لهم كاملين هاد لاصوص اللي صوبنا، غادي نشدوهم غنغطيو الاناء بغشاء بلاستيكي بسلوفان، وغادي نخليوه نبيتو في الثلاجة لمدة 24 ساعة. يعني غادي نخليو هاد الدجاج باش تدخل ليه ديك العطرية مزيان، فمن الضروري والمهم انه يبقى 24 ساعة باش يمص لينا مزيان هاديك العطرية وهاد لاصوص، ونرجعو من ورا 24 ساعة. ملي سالات المدة هاني خرجتو من الثلاجة، كيف كتشوفو انا غنحلو غنشوفو كي كيولي. فوالا كيف كتشوفو هداك الماء اللي ديجا درت هو اللي كيبان لنا بحال هكا، وغادي نبداو نحطو قطع الدجاج في واحد الخليط ديال الدقيق. غندوزو دابا باش نقادوه. غناخذ طبيصيل اولا شي اناء اللي يكون كبير شويه، غندير فيه الدقيق. هنا الكميه اللي ما كفاتكمش ممكن تزيدوها، انا هنا درت غير شويه غير على حساب 4 ديال الفخيدات صافي. وغادي نزيد ليه دابا العطريه، غادي نحتاجو نص معلقه ديال البزار مع راس معلقه ديال الملحه، وغادي نحتاجو ايضا نصف معلقه ديال سكنجبير مع معلقه صغيره ديال التحميره. هنا انا غادي نزيد الكميه باش الله تعطيني واحد الاحمرار لهداك الدجاج كيجي زوين. وغنحتاجو ايضا الماء يكون بارد ما يكونش دافي، هذا غير الماء ديال الروبيني. من بعد
بعد ما غادي ندير العطريه كامله، غادي نخلط مزيان هذاك الدقيق، ومن بعد غنجيب فخذ ديال الدجاج غادي نمرمدو في الدقيق هذا حتى يتغطى كامل وما يبقاش هذيك لاصوص تقيتها تشد لك في صباعك، خاصو يتغطى كامل بالدقيق. غنديروه في الماء وغنردوه ثاني نفس الخلطه ديال الدقيق، ثم نحطوه في شي طبيسال ولا في شي حاجه باش من بعد ندوزو باش نقليوه. والان خليوكم وتبعوا معايا الطريقه، وشكرا بزاف بزاف على المشاهده، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Thank you.
واحد ما ساليت وغطيتهم كاملين بداك الدقيق والعطريه كيجيو على هذا الشكل. كيف كتشوفوا التحميره راه كتكون شويه غالبه كتعطي هذا اللون الاحمر كيبان زوين بزاف. غندوزو دابا غنديروا المقله ديالنا فيها الزيت ونديروها تسخن وندوزو باش نقليوهم. بعد ما سخنات الزيت مزيان غادي نقصوا البوطه لاقصى حد يعني ما نجهدوهاش وغنحطوا فيها الدجاج ونخليوه يطيب على خاطره. باش يطيب لنا مزيان خاص العافيه ما تكونش مجهده تكون مناقصين البوطه. الخيطات ديال الدجاج ديالنا كيجيو على هذا الشكل من بعد ما قليناهم وكتجي وصفه لذيذه بزاف بزاف كتجي احسن من الكاي اف سي بنفسه. كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا نفس المراحل اللي درت تعطيوه وقته وتخليوه 24 ساعه هذيك لاصوص وتدوز عليه ليله كامله عاد طيبوه فكيجي غزال كيجي مقرمش ولذيذ. كنتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وما تنساوش تدعموني بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي وتخليو ليا لايك ولا كومونتير الى عندكم شي اسئله ولا بغيتوا تقترحوا عليا شي حاجه. وكنشكركم بزاف 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 على المشاهده ديالكم والى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.